السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، أتمنى أنكم تكونوا بخير. في المقطع اليوم شباب راح نشوف إيش ممكن نجيب بزكاة الكيسوني. فكما بتعرفوا أنه فاكهة الكيسوني أقوى فاكهة في اللعبة من ناحية الفلوس ومن ناحية الرقم، وبتعتبر أقوى فاكهة في الجيم. يعني شباب أخيرا في أول مرة في حياتي بمسك فاكهة الكيسوني في حياتي. واي يا أخي الأورا، تحصل الأورا يعني بتحصل القوة، يعني أنتوا تفهموا معنى إيش أقول. يعني شباب بتعرفوا أنا فاكهة الكيسوني اليوم شباب راح نشوف إيش ممكن نجيب مقابلة في، يعني كما بتعرفوا أني جبتها بمقابل. راح تشوفوا التريد أمامكم، اثنين ليو وسبيريت وموتش. بعرف أنه شباب أنه تعادل، بس أبشروا أنه في نهاية المقطع راح تشوفوا إيش جبت مقابلة جي فاكهة. يعني التريد اللي أخذته في نهاية المقطع أخذته بعد بس نهاية المقطع، ولقيت التريد اللي راح أغير به فاكهة الكيسوني. فيلا شباب نشوف ايش راح ممكن نجيب بهاي الفاكهه. فقبل اول شيء شباب لا تنسوا انكم صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل كل شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك، ولا تنسوا ترحمونا من دعمكم. راح نكتب الحين يا شباب اي هاف كيتسوني عشان نشوف مين راح يجي عشان نتقايد مع اي هاف كيتسوني. وتريد راح ننسخها، والحين راح نشوف يا شباب السيرفر مره فاضي، ما في ولا حد في السيرفر. فيلا السيرفر اللي بعده. أخيرا شباب سيرفر كويس، يعني متوسط، لأنه فيه ناس تقريبا 3 أو 4. راح أكتب هاف كيتسوني وتريد. يا أخي الله الله الله، تعال 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 راح أتقايد، أنا أبغى أتقايد، تعال أنا أبغى أتقايد. يا أخي شيل أوكي تعال أوكي. أخيرا شباب شادو ميتشك ساوند، لا ساوند صراحة أقوى فاكهة من ناحية بي في بي، ولكن يعني مو تريد كويس طبيعة الحال. شادو بتسوي ولا بويدا كويك غوست، لا راح نشوف سيد ليوبارد. بتوقع انه غني، يعني ممكن انه يكون غني، ممكن اوكي نفس الشخص، بتوقع نفس الشخص صح؟ ياب نفس الشخص. لا ساوند، لا يا اخي لا 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 ابغى اتقايد مع ده صاحب ليوبارد. اوكي ايش عنده؟ سبيريت اوكي ليوبارد ان شاء الله ليوبارد. بين لا يا اخي لا تريد خايس، تريد بيض ويقبل من الكاميرا. يا أخي إيش راح أقول؟ يعني صراحة أقول سبيريت لأنه أحتاجه صراحة للكومبوات. أبغى أصور أنا مقطع لسيد باونتي، بس راح أشوف إن شاء الله يقبل. إن شاء الله سبيريت تقبل، يعني ممكن نو مو مشكلة، يعني ما جرحتني ولا شيء، مو مشكلة. فيلا نشوف. صاحب الوشع الورجي دايموند برو أريس سيريس وانا برو، لا دايموند درابر غوست دارك، لا شيل يا اخي شيل يا اخي بالوقع. اوكي ده صاحب البورتل ما شفته في الاول. اوكي تعال راح ابغى اتقايد مع الكيسوني يا اخي، ابغى مو بيصون. اوكي يا شباب راح يكون مو بيصون معاه. اوكي يلا يا اخي يلا الغواف. نوب لا يا اخي الايس يا حبيبي. اوكي جي وحش. من مقطع تريدات الى مقطع سيد مونتي، شفت المنطق. اوكي تبغى يبغى فايت مره ثانيه، يلا يا حبيبي ما في مشكله، يلا منورنا يلا تبغى تاكل ايس، يلا راح تشوف الايس. اوكي الحمد لله في الاول والاخير ما بدا عن جلاق كما في البداية، بس اوكي ان شاء الله. لا ضيعت الضربة، مو مشكلة. اوكي تعال وير مينت، هو وضع النقاط في السيف ولا ايش؟ اوكي جي وحش يا اخي بقتلو 6 و7 في الدم. اوكي ان شاء الله نوب الايم. اوكي تعال نوب والله انه مره نوب، لانه ايش ستات مو وضعه في السيف، وضعه في الفاكهه والبورتل بتلعب سيف. اوكي فلاحظت انه لما ضربني بالجرافيتي كيل ما كان ولا دمج، يعني حتى 10 في الدمج ما كان. في 4 يا حبيبي يلا في 4 يا شباب، يلا ودع الملاعب يا حبيبي
ايزي ايزي يا اخي تعرف ايزي ايزي حبيبي ايزي ايزي. يلا شباب يبغى فايت مره ثالثه في فورب. لا لا ما تجي مشكلتي مع ديك في فورب تجي مشكلتي. اوكي بتوقع انه عنده في فور جول ف يعني ما قلت لك انك ما تستكذب في فور فجي مشكلتك مو مشكلتي. فيلا يا شباب السر اللي بعده اوكي اخيرا شباب سيرفر في ناس تقريبا ناس اغنياء اتوقع لانه من السكينات حقهم. فيلا اكتب هو هاف اي هاف كيتسوني هو تريد كونو 48 ايش عرضك مقابل كيتسوني تيركس. اخيرا اخيرا كوي تيركس ايش 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 بعد تيركس او ماي جاد حبيبي بعرف بعرف انه كيتسوني اقوى فاكهة. اوكي دو يو هاف ان اوفر عندك عرض مقابله كيتسوني. اوكي بعرف انه عندي كيتسوني. اوكي ابغى عرض. اوكي روح 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 تعال ده بتوقع انه منو بجيم دائما ما تكون عندهم فوائد. اوكي موتشي واخيرا موتشي شادو اثنين متك بالزرق نا بين برا فكا خايف. اوكي خايسة بس البين صراحة بين وشادو. اما البليزرد والشادو والبليزرد والموتشي كويسين. ابغى صراحة دوق ابغى موتشي لانه احتاجها في الكمبوات. تقبل يعني موتشي بليز بليز برو ابغى موتشي وحده. بتوقع شباب انه عرض كويس اكتبوا في التعليقات هل فينوم والبودا ممكن تجيب لي موتشي وحده. صراحة بتوقع عرض يعني كويس صراحة يبغى بودا وحده بس المشكله انه لما بشيل ما بعرف ايش اقول لي انا ابغى بس اي وانت بس دوغ جيف مي جاست دوغ. يا اخي ما ابغى صراحه تقايد بالبودا لانه احتاجها وراح تشوفوني شباب ليش ما ابغى تقايد بالبودا راح تشوفوني عيد المقطع ليش لهذا شوف لازم تكمل المقطع للاخر راح تشوف الخرافه راح تشوف شيء ها شيء مو هاك للحياة. اوكي كيتسوني تيركس نفس الشخص اتوقع يب نفس الشخص شباب اتوقع انه السفر كله تقايدت معاه. اوكي يب ولا لا لا نعم شيء بارك بارك. اوكي تعال تعال يا اخي تعال تعال يا اخي السفر كله مليان مناوب في شباب. يلا السفر اللي بعده اوكي بين لوف نوب بارير لا 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 يا اخي لا بارير. اوكي ايش راح تزيد جوست لا اسف بس لا ما بتوقع شباب انه راح اقبل ما شفت ايش في الشوب. اوكي راح نشوف ايش ممكن يكون في الشوب قبل شوي كان سبيريت. اوكي لوف لا فوكي خايسه اي هاف كيتسوني هو تريد ما حد يبغى يتقايد ولا حد. يلا يلا قايد قايد معي عندي كيتسوني يا اخي تعال تعال عندي كيتسوني مي. اوكي تعال تعال اوكي مي انت تقايدت معك صح صح تقايدت معك لا 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 مو تقايدت معك تقايدت معي في الكرسي الثاني. اي يا اخي ايناد 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 ايش عندك مقابل كيتسوني شادو لا ماموت بليزرد و ساوند لا وبي وبي جوين اكسبت. اوكي شفت المنطق. اوكي شباب ده كان مقطع النهايه. اوكي شباب الحين راح اوريكم التريد اللي جبت منه فكره الدراغون. فاخيرا الدراغون الثانيه يعني في اخر فيديو شورتس تقريبا او قبل فيديوين شورتس كنت جبت دارك بليد مقابل دراغون وحده وبقت لي دراغون وحده. اوكي يعني الحين اخيرا جبت فكره كيتسوني وجبت بها فكره دراغون. فالحين يعني رجعنا للبدايه زائد دارك بليد اثنين دراغون رجعتها وزائد دارك بليد مع السيوف. ف الحنكه الحنكه الذكاء والحنكه فجب ذاك المقطع. نتمنى يكون يعجبكم. ادوس الصلاه على النبي اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. ذاك كان مقطع يا شباب وبتمنى انكم تسوون لايك واشتراك وكتبوا في التعليقات ايش تبغون انكم تشوفوا بالمقاطع الجايه. ذا كان معكم الشمان وميو.